طيب كريم، هنبدا بالمواجهه الكبيره اليوم بين الزمالك وفيوتشر، مواجهه في منتهى الاثاره يعني في نتيجتها. نعم. 3-2 للزمالك، وفي اللحظات الاخيره الزمالك يقدر يحسم المباراه، رغم ان الزمالك على مستوى الاداء الفني كان معايا كابتن احمد غانم وكان قبلها كابتن طارق يحيى قالوا ان المستوى الفني ما كانش جيد النهارده، بس في النهايه 3 نقاط مهمين للزمالك. طبعا اكيد انتصار مهم، نتيجه مهمه انك تخرج من الدوامه اللي انت فيها، خصوصا كمان للفريق. اعتقد يعني الاداره عملت شيء جيد ان هي عملت اللي بسميه الطلاق الواجب مع كارتيرون، لان اعتقد الثنائيه بتاعه كارتيرون ومرتضى منصور ما كانتش هتستمر كتير بسبب المشاكل القديمه. اكيد طبعا ماتش النهارده كان مثير جدا فيما يخص الحالات التحكيميه الجدليه، كان في يعني بعض في وجهه نظر يعني كان في بعض القرارات اللي هي اثرت على نتيجه المباراه، خصوصا في ركله الجزاء الاولى اللي انا في وجهه نظري مش صحيحه. وطبعا كان في طبعا كره محمد عبد الشافي، طرد واضح لمحمد عبد الشافي، لكن الحكم يعني اكتفى بالانذار. كان توفيق سيد كان معايا وقال ان هي طرد، بس هو كان رايه ان ضربه الجزاء، بس رايه ضربتين الجزاء صحيحين. لا ما طبعا هي وجهات نظر طبعا وجهات نظر يعني طبق كره القدم في كل الاحوال حتى فنيا او تحكيميا وجهات نظر. بس طبعا اكيد مباراه لطيفه، فاهم، الواحد استمتع يعني بالماتش، تتفرج على ماتش بيروح ويجي 2-0 2-2 بعد كده 3-2. في كل الاحوال النتيجه مهمه لنادي الزمالك، لكن طبعا كان في مشاكل فنيه كبيره. اندهشت الكابتن اسامه لبيب، بدا المباراه بهاي لاين من عند نص الملعب، طبعا قدام فريق عنده سرعات زي احمد عاطف ومصطفى بدري. اعتقد يعني بس في كل الاحوال فعلا اهم حاجه للفريق ان هو يخرج من دوامه فقدان النقاط، خسران من سموحه في الدوري، خسران 7 نقاط في دور المجموعات لغايه دلوقتي في افريقيا، فكان مهم الانتصار النهارده.